كوكب اليابان. لا مو كوكب، هي دولة كمان مثلنا مثل أي دولة بالعالم، ولكن اللي راح نشوفه غير طبعا. السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد، أنا بشار محمد. اليوم راح نروح ليابان ونشوف شو بيساووا، حياتهم كيف عم يعيشوها. يلا ما منطول عليكم، خلينا نشوف مع بعض الفيديو. نعم أصدقائي شوفوا معي، هون يمكن زيتون أو شغلة عصرها. نعم شوفوا معي هون أصدقائي كيف عم يضربها، من أول ضربة، اثنين، والثالثة كمان، رائعة كتير. نروح لفيديو تاني، شوفوا هالآلة تعصر كل شي، تكسر كل شي. طبعا هاي مخصصة للزرع. يمكن هون آلات، هون اللي بتساوي السجق. طبعا شوفوا هالآلة معي أصدقائي، بتقطع الدجاجة كلها. شوف الفروش كله عم يقطعوا شقف شقف صغيرة. ما راح تصدق يعني، شوفوا معي أصدقائي هون عم يقطع، يعني يفرم شيء، يمكن تكون سوم أو هيك شغلة، عم يفرمه فرم. آلات حديثة كتير. شوفوا هون عم يساووا صوبة، شوفوا شلون هي، حبيتها كتير. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات. شوفوا مع أصدقائي هون عم يطالع شي حلو كتير على الحديدة، الباب يمكن، ايه هذا باب عم يطالع عليها صور، باب البيت طبعا، هذا باب الغرفة. شوفوا شلون عم يطالعها هيك، راح يدل وبعدين بتغير بيتجمد. هون كمان السيارة عم يحط لون عليها، بس كيف عم بتساوي هيك؟ شوفوا معي أصدقائي دقتها، عم تشتغل كأي شخص عادي عنا طبعا. شوفوا معي شلون طالعتها، هل دراكتور شوفوا كيف عم يحفر الأرض ويكب كل التراب لبرا. شوفوا معي هالشخص أصدقائي كيف عم يساوي هيك، ما بعرف طبعا. هالشغلات ما بنشوفها غير باليابان طبعا. واو لايك. هون عم يقطعوا قصب، يمكن قصب سكر، أشجار طبعا، أشجار القصب سكر. شوفوا كيف عم يقطعوا هون، واو قطعتهم 10 على 15 شقفة. شوفوا معي أصدقائي، شوف رائعة كتير. هون كمان أصدقائي شوفوا عندهم آلة عم تشيل تبن بالأرض طبعا، تشتغل عن بيركبوه على التراكتور.
تشوفوا الشال ها؟ وهلأ عم يكسروا عمود كبير، نشوف مع بعض كيف راح يكسروه. شوفوا معي أصدقائي، ركزوا هون. انكسر، راح وهدموه. هاي الكاسة شوفوا معي يا سخاي، لما تحط فيها مي سخنة بيطلع الصورة تكون طبعا بكل أماكن فيها، مو بس باليابان، بس هن اللي اخترعوه طبعا. شوفوا معي هالبنت شو راح تساوي لنا بالتيل، طبعا راح تطلع لنا الشجرة منها. مهارة رائعة كتير من هالبنت، عقلهم عم يشتغل مو مثلنا. شوفوا معي اصدقائي، رائعة كتير طبعا. شوفوا معي هون هالآلة عم تنظف جنب الطريق، المكان اللي بيروح منه الماي طبعا، جوانب الطريق عم ينظف. شي رائع كتير مساوينه على قياس الأرض طبعا. هاي عم تحفر هيك يعني، ها هلق فهمت، بتحفر هيك وبتجي، فكرتها صدمة أول شي، بس لا هي عم تحفر وتجي. شوفوا معي ركزوا، شوف هي عم تحفر وتجي وتشيل. هالرجل شوفوا معي راح يطالع شي كتير حلو كتير رائع من الخشبة. عم يقيسها شلون بده يحفر نحت على الخشب. هاي كمان موهبة كتير رائعة، موهبة ما مو كل شخص بيمتلكها. موهبة نادرة كتير كمان. شوفوا معي اصدقائي طالعها كيف، وهون ايش بده يساوي ما بعرف، ما فهمت. بده يطالع هاي من المي، هاي شو ما بعرف. كتير بيضة هاي، ما بعرف شو هي طبعا. شوفوا معي هالمي، قداحة حلوة كتير، كمان هاي قداحة ولاعة، ولاعة ايفون. هاي كمان مسوين قداحات من كل شي. هاي كمان هون كمان شو هاد ما فهمت منه، وحل ايه طين. هاد بطيخ اصفر طبعا، بطيخ اسمه بطيخ الشمام، اغلى فاكهة طبعا بالعالم. شوف معي شو عم يسوي فيها.
سوتها وردة فن أو فنان. هيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا ونال إعجابكم واستفدتوا منه. إذا كنت لأول مرة بتشوف هالفيديو بتمنى تضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو وتفعل زر التنبيهات مشان يوصلك كل شي جديد، وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.